ينضم إلي أيضا عبر الهاتف الدكتور منصور عبد الوهاب، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس. دكتور منصور، يعني الخبير الاستراتيجي سامح سيف اليزل صرح بأن إسرائيل طلبت في المراحل الأولى الاتفاق على تسليم الجاسوس عودة رابين المتهم بالتجسس لصالح الموساد والمسجون منذ 11 عاما، لكن مصر رفضت. يعني ما مدى دقة هذه المعلومات؟ ده هو فعلا اسرائيل كانت قد طلبت مرارا وتكرارا حتى قبل القاء القبض على ايفان حيين جرابل المواطن الامريكي الاسرائيلي الافراج عن وضع طرابين، لكن مصر رفضت هذا. وناخد بالنا هنا انه ايفان جرابل متهم بالتجسس وكان ينتظر المحاكمه، يعني لم تثبت عليه تهمه او ادانه التجسس الا بعد المحاكمه واصدار حكم عليه. انما عوضة رابين هو جاسوس تم الحكم عليه ويقضي فتره عقوبه فعلا. نعم. لذلك مصر وافقت على ان ايلان جرابيل يتم مبادلته ب 25 مصري وترتيبات اخرى يعلن عنها الجهاز المسؤول في حينه. ال 25 مصر هم من ابناء سيناء، حتى الاطفال هم من ابناء سيناء. وانا اعتقد انه بعكس ما يقال في بعض وسائل الاعلام انها صفقه فاشله، لا، هي صفقه ناجحه بالنسبه لمصر، لانه هناك مساجين معتقلين في السجون المصريه اسرائيليين يمكن مبادلتهم بعد ذلك في صفقات اخرى بمصريين اخرين او بمكاسب مصريه على مستوى الوطن تكون في صالح لا، مصر. لكن دكتور منصور، إذا كانت مصر رفضت مثلا تسليم عودة رابين الذي يقضي عقوبة السجن يعني منذ 11 عاما، إذا فمصر كانت أوراق ضغطها موجودة، هناك أوراق كان من الممكن أن تستغلها لتحقيق مكاسب أكبر، خاصة أنها نجحت في إدارة صفقة فلسطين شليط. فيعني لماذا لم تنتهز مصر الفرصة وتثقل من مكيال حزمة طلباتها؟ من الممكن أن تنتظر حتى يتم الحكم على هذا الجاسوس، وبالتالي تضطر إسرائيل إلى دفع مكاسب أكثر لصالح مصر. ما ننساش ان السياق مختلف ما بين عوضة رابين وايلان جرابل. ايلان جرابل مواطن امريكي اسرائيلي. التهمه على عوضة رابين ثابته تماما، ايلان جرابل لسه في مرحله تحقيق. الحاجه الثانيه، من قال ان مصر خسرت بهذه الصفقه؟ مصر لم تخسر، وهناك مكاسب اخرى. حضرتك سالت الست اللي هو محمد رشاد قبل مني عن المكاسب الاخرى التي كسبتها مصر من هذه الصفقه. هناك بالفعل مكاسب يعلن عنها الجهاز المسؤول في حينه، لكن اؤكد لك ان هناك مكاسب اخرى تتعلق بالامن القومي المصري بنسبه ترتيبات معينه في سيناء يعلن عنها في حينها باذن الله. لكن مرحليا انا شايف ان مبادله ايلان جرابل ب 25 مصري من ابناء سيناء الحبيبه هو معادله او يعني نقدر نقول انتصار للمفاوض المصري وليس فشل. طيب يا دكتور، هناك من يقول ان ليس كل هؤلاء المفرج عنهم ممن كانوا في السجون الاسرائيليه لقضايا امن او قضايا يعني تهم الجانب المصري، بل هي قضايا اخلاقيه نظرا لانهم كانوا يعيشون في اسرائيل وارتكبوا مخالفات قانونيه شخصيه فرديه ليس لها اي بعد في الامن القومي المصري. لا، انا ما بتكلمش على المعتقلين المصريين الذين تم الافراج او سيتم الافراج عنهم بعد ساعه او ساعتين. انا بتكلم على ترتيبات اخرى تتعلق بالامن القومي المصري. لكن السجناء المصريين في اسرائيل والمعتقلين المصريين ليسوا سجناء امنيين. مصر ليس لديها جواسيس داخل اسرائيل معتقلين او محكوم عليهم. كل الموجودين تقريبا عبروا الحدود اقامه غير شرعيه، تجاره سلاح، تجاره مخدرات، تم القاء القبض عليهم لقضايا جنائيه. دول مجمل المعتقلين المصريين في السجون الاسرائيليه. طيب هم اعطوا لك من يعني من حكموا في قضايا جنائيه، بينما انت اعطيتهم يعني رجل من رجالهم، رجل يعتبر ضابط في الموساد الاسرائيلي على حد قول البعض. لا، هذا الكلام كلام اعلام وده كلام غلط. ايلان جرابل ليس ضابطا في الموساد، ايلان جرابل مواطن ادى الخدمه العسكريه في وحدة عسكرية إسرائيلية
وبيدرس حقوق في احدى الجامعات الامريكيه، وليس ضابط موساد، لم يثبت حتى الان انه ضابط موساد. لكنه يعمل لصالح الموساد. ماشي اوكي، كونه بيعمل لصالح موساد وتم القاء القبض عليه، وانا افرجت عن 25 مصري، انا ما عنديش حد في اسرائيل من السجناء او المعتقلين امنيين على مستوى ايلان جرابل، ان هو ما عندناش جاسوس مصري هناك نطالب بيه. فانا بطالب اولا هم ما فرضوش علينا ال 25، ال 25 تم الافراج عنهم بعد تفاوض بين الجانبين، ومصر هي اللي فرضت الافراج عن الاسماء دي. بالتالي القول بان اسرائيل فرضت علينا وان هي ادت لنا اللي هي عايزاه، هذا قول غير صحيح. يعني من حظنا انه من تولى هذه القضيه هي المخابرات العامه المصريه، والمخابرات العامه المصريه لا تتحدث ولا تعلن في مؤتمر صحفي عن جوهر المفاوضات، وهذا غير يعني غير مطلوب منها، غير مطلوب من المخابرات المصريه انها تطلع الراي العام وتقول لنا التفاوض مش ازاي، هذه المفاوضات تمت في غرف مغلقه، الجهاز يديرها بكفاءه عاليه. ايوه بس يا دكتور، بس الناس مصري اطالب فيه. في بعض الناس وصلت تصريحاتها انها تقول يعني نحن ننظر بريبه شديده لصفقه تبادل الاسرى المصريين. لماذا لا تعلن الحقائق؟ الامن المصري المواطن يعني هو يعني اكثر الناس المتحمسين لمعرفه كل التفاصيل، لان من يهمه الامن المصري بالدرجه الاولى هو المواطن المصري. تمام، انا مع حضرتك، يعني انا يعني هذا الراي موجود في الشارع المصري، والخلاف حول الصفقه امر طبيعي ان يكون هناك تباين بين القوى السياسيه وكان حزبيه او غيره في تصوير هذه الصفقه، هذا امر مشروع وامر موجود، امر مش غريب. لكن من ناحيه اخرى تفسير الامر انه ايلان جرابل كان ضابطا للموساد هذا يخالف الحقيقه. تصوير الامر انه احنا افرجنا عن ناس تفهيم، لا، الناس مش ناس تفهيم، هؤلاء مواطنون مصريون تم الافراج عنهم. معظم او حسب معلوماتي ان كل المعتقلين المصريين هناك في السجون الاسرائيليه ليسوا معتقلين امنيين، ولو ان هناك معتقل امني واحد لخرجت اسرته وقالت انا ابني معتقل امني واطالب بالافراج عنه. في هذه الحاله لو كان في معتقلين امنيين ما كانتش المخابرات العامه المصريه هتسكت ولا هتمشي هذه الصفقه بدون الافراج عن هذا المعتقل الامني. لكن المشكله ان انت عندك المعتقلين عن هناك هم معتقلين في قضايا جنائيه عاديه، احنا اللي انتقينا 25 بني ادم منهم ثلاث اطفال طبعا، ان احنا يفرض عنهم ولم يفرض علينا. القول بان اسرائيل تفرض علينا هذا قول مغلوط وغير صحيح. القول لكن ما تناثر من انباء يا دكتور ان المفاوضات بشان هذه الصفقه بدأت بموافقة مبدئية من الطرفين بمبادلة 81 سجين مصري بجرابيل وتبييض السجون الإسرائيلية من جميع المصريين، فلماذا وصل التفاوض إلى هذه النسبة؟ أنا أقول لحضرتك طبعا الكلام ده كلام إعلان مش كلام تصريحات رسمية من جهاز المخابرات العامة المصرية، ولا يدعي أحد أنه يتحدث باسم جهاز المخابرات العامة المصرية، دي رقم واحد. رقم اثنين، إذا كان موجود 81 ده 81 بعد اضافه ثلاث اطفال، لو شلنا ثلاث اطفال يبقوا 78 سجين مصري. اسرائيل كانت تريد الافراج عن ايلان جرابل وعوده طرابين ايضا. مصر رفضت عوده طرابين للوصول في التفاوض القادم الى نتائج افضل ومفيده للمجتمع المصري وللشعب المصري ايضا. فلننتظر المرحله القادمه من التفاوض، هناك مراحل اخرى وليست هذه ما تم اليوم ليس نهايه المطاف، لا، هناك مراحل اخرى سيكون هناك تفاوض اخر في الامور، منها ما هو معلن لو الافراج، ومنها ما هو غير معلن لصالح الامن القومي المصري. وانا برضه بشدد على انه ليس كل البنود تطرح على الراي العام في حينه، هناك امور ستطرح في المرحله القادمه، فلننتظر جهاز المخابرات العامه متى سيصرح، هذا شان يخص المخابرات العامه المصريه. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور منصور عبد الوهاب، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس.